حبايبي ازيكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم شوشو من قناة بيتي. النهاردة هعمل معاكم تفريز البسلة والجزر. بجد الطريقة اللي انا هوريها لكم دي لتفريز البسلة والجزر حلوة قوي، انا مجرباها وبتفضل عندي الخضار في الفليزر حلو وسليم، وما باجي اطلعه كمان اكني لسه جايباه. اول حاجة انا هبدأ معاكم بالجزر ازاي افرزه. بصوا الجزر ده اهو انا غسلاه كويس قوي. كل اللي انا هعمله بشيل الحتة دي كده اهي، واللي فوق دي برضو، والمقشرة اهي، وبقشر ايه الجزر اهو. بصوا كده انا كنت عاملة ديت عشان الوقت، اوريكم كمان واحدة اهي. سهل اوي ما تعملوه بالمقشرة كده، ما بياخدش اي وقت معايا وبتقشر في ثانية اهو. خلصت الجزر تقشيره. بصوا انا هعمل ايه، كل اللي هعمله طبعا انا غسلاه، كل اللي انا هعمله هقطع الجزر، وتقطعوه حسب ما انتوا بتحبوا. بتحبوه كبير تمام، بتحبوه قطع صغيرة خلاص قطعه صغير. بصوا انا بحب اقطعه كده، بصوا اهو. انا بحب احط الجزر مع البسلة، بيديها طعم حلو اوي وبيسكرها، فدايما بحفظ الجزر في نفس الوقت اللي بحفظ فيه البسلة. كمان الجزر بينفع في اي وقت، مش لازم مع البسلة، ممكن محتاجينه لاي اكلة بتطلعوه برضو وتحطوه مع الاكل. بصوا انا اهو خرطت حبة، انا عشان ما اطولش عليكم هخرط الباقي وهوريه لكم. حبايبي انا الجزر اهو خرطته، هعمل فيه ايه بقى دلوقتي؟ بصوا كل الحكاية، انا هجيب كيس اهو اللي هو كيس الثلاجة، بصوا، وهحط فيه الجزر اهو. والكمية اللي انتوا تحبوا، عايزين تحطوا كمية صغيرة في كل كيس ماشي، عايزين تحطوا كمية كبيرة تمام اللي يريحكم. الكيس اهو بتاع الجزر اللي انا خرطته، كل اللي انا هعمله دلوقتي بخرج منه الهوا كده كويس قوي، مخليش فيه هوا خالص اهو. بصوا اهو مفيهوش اي هوا، وبتك عليه كده علشان ما ياخدش مكان معايا في الفليزر اهو اهو. بصوا وبربطه، عايزين تقفلوه بسلوتيب تمام، انا كده بربطه تمام اهو اهو الجزر، وكده هحطه في الفريزر، وبيقعد معايا بجد فترة طويلة ما بيجرالوش اي حاجة. بطلعه على طول من الفريزر، بحطه على طول في قلب الاكل على النار على طول اهو. بص بقى انا كده خلصت الجزر اهو، تفريز الجزر. هنبدأ بقى بتفريز البسلة. بصوا البسلة علشان نجيبها تكون كويسة، اهم شيء بصوا تجيبوها تكون مليانة، ما تكونش فاضية، علشان الفاضية ديت بتبقى كلها ما فيهاش
بسلة من جوه، وما بتنز... يعني ما بتدينيش بسلة كتير. انا اشتري اللي هي مليانة زي كده وتكون خضرة كده وحلوة، وكمان ادوقها علشان تبقى اما ادوقها الاقيها مسكرة في بقي تبقى سكري، دي بتبقى مسكرة في الاكل وحلوة قوي. يعني اجيب البسلة السكري. بصوا انا كل اللي هعمله دلوقتي في البسلة، انا اهو هفرطها اهو، بصوا البسله اللي معايا بترمي بسله كتير قوي بجد، علشان مليانه. اما لو انتوا جبتوها مثلا، بصوا دي في وسط البسله اهي فاضيه، دي مش هتلاقوا فيها بسله خالص، بتبقى فاضيه. فانتوا حاولوا ما تيجوا تشتروا البسله تجيبوها تكون مليانه كده اهي. وزي ما قلت لكم تدوقوها تبقى مسكره، اللي هي البسله السكري. بصوا انا هخلص تفريط البسله وهرجع لكم علشان ما اطولش عليكم، علشان نشوف هنجففها ازاي. انا يعني فرطت حبه اهو، بس طبعا مش هفرط كل ده علشان ما اطولش عليكم. انا هفرطها وهغسلها وهسيبها تتصفى وهوريها لكم هنجففها ازاي. حبايبي البسله اهي بعد ما فرطتها كلها وغسلتها وحطيتها في مصفى اتصفت ونشفت حلو جدا من الميه. دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه؟ بصوا اهو كيس ثلاجه عادي وهحط فيه البسله. وطبعا تعملوا الكيس على قد ما انتوا تعزوه، يعني على قد الطبخه، على قد الحاجه اللي انتوا عايزينها بالظبط، واعملوا الكيس على قده. اهو انا هحطها في كيسين. بجد الطريقة ديت حلوة قوي قوي لتفريز البسلة، وعن تجربة انا على طول بفرزها كده. بس اهم حاجة بصوا تعملوها كده وتخرجوا منها الهواء كله، ما تخلوش فيها هواء خالص، الهواء يخرج كده من الكيس اهو. واربطها كده اهو، والكيس التاني برضه اهو، وافضي منه الهواء كويس جدا. ادي اهي البسله والجزر. الطريقه دي بجد ناجحه وانا مجرباها على طول، انا بعملها بنفس التفريز ده، البسله والجزر، وبتطلع اكني لسه جايباها صبحه مش متفرزه خالص. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.